بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله دروس الرياضيات للصف الخامس الابتدائي المنهج المصري، الفصل الدراسي الأول، العام الدراسي 2015-2016. معاكم ناصر سالم. ايه راحت؟ طيب احنا بندرس في الوحدة الثانية، وهي وحدة المجموعات، وده الدرس التاسع في هذه الوحدة. ده الدرس التاسع في هذه الوحدة، بيتحدث عن المجموعة الشاملة. ايه هي المجموعة الشاملة؟ نقدر نقول عليها المجموعة الأم. المجموعة الأم زي ايه مثلا؟ يعني مثلا زي دول العالم تعتبر مجموعة أم، منها الدول العربية والدول الأوروبية والدول الأمريكية وهكذا. خلاص، يبقى أنا بطلق على المجموعة الشاملة دي المجموعة شين. يبقى هي المجموعة، تمثل المجموعة الشاملة شين على شكل فين بمستطيل. يبقى أنا بمثل المجموعة الشاملة كده بمستطيل. طيب يبقى دي الشاملة. المجموعات اللي جواها بقى بمثلها بايه؟ باشكال بيضاويه او اشكال دائريه زي كده. يبقى دي المجموعه الشامله، بتمثل بمستطيل خارجي، وبعد كده الاشكال مثلا دي المجموعه سين، ودي المجموعه صاد، ودي المجموعه عين. يبقى المجموعه الشامله هي المجموعه الام اللي بتحتوي على جميع المجموعات الجزئيه التي ندرسها، ما فيهاش اي تفكير ولا اي حاجه خالص. يبقى دي المجموعة الشاملة بمثلها. المهم تعرفوا انها المجموعة الشاملة دي المجموعة الام، وبتمثل بخط مستقيم، ومثل المجموعات الجزئية داخلها بأشكال دائرية. الدرس اللي بعد كده اي مكملة المجموعة. مكملة المجموعة يعني ايه؟ يعني دي علاقة بين المجموعة الشاملة والمجموعة، ولتكن س. يبقى مكملة المجموعة لازم يكون عندي مجموعة اسمها المجموعة الشاملة والسين. ايه مكملة المجموعة بقى؟ العناصر اللي بتنتمي للمجموعة الشاملة ولا تنتمي إلى السين، ولا تنتمي إلى السين. يعني مثلا ناخد مثال، لو أنا عندي مجموعة شاملة هي اللي هي مين؟ فريق الموسيقى بالمدرسة، هي مجدي وياسر وفايز وليلى وسعاد. وكان عندي مجموعة سين، دي مجموعة الأولاد، مجموعة الأولاد. طيب يبقى سين شرطة، دي بقى بطلق عليها ايه؟ سين شرطة، اللي هي ايه؟ مكملة السين. مكملة السين يعني اللي بينتمي للمجموعة الشاملة ولا ينتمي لسين. ايه اللي بينتمي السين الخضراء دي؟ ايه اللي بينتمي للمجموعة الشاملة ولا ينتمي لسين؟ اللي هي الليلة وسعاد. يبقى ليلى وسعاد، يبقى مجموعة البنات دي بسميها مكملة المجموعة سين. يعني سين ممكن نقدر نقول كده شين ناقص السين. هنعرف يعني ايه ناقص بعد كده. خلينا دلوقتي في ايه؟ في المكملة. يبقى المكملة هي اللي بينتمي للمجموعة شين ولا ينتمي للسين، زي ليلى وسعاد. خلاص تمام. طيب يبقى سين ومكملتها، يعني انا لو قلت سين اتحاد سين او مكملة سين هيدينا ايه؟ هيدينا المجموعة الشاملة. يبقى سين اتحاد مكملة السين لازم يدينا المجموعة الشاملة سين، المجموعة الشاملة شين قصدي. لو انا عندي مجموعة الف، يبقى الف اتحاد الف شرطة يديني الشين. طيب الف تقاطع الف شرطة يديني فاي، مش متقاطعتين ابدا. يبقى المجموعتين دول والمجموعة المكملة غير متقاطعتين. يبقى اتحادهم بيديني الشين، وتقاطعهم بيديني الفاي، وتقاطعهم بيديني الفاي. طيب الدرس ال11، الفرق بين مجموعتين. احنا قلنا المكملة بين الشين والسين والمجموعة، الفرق بقى بين مجموعتين. يعني مثلا لو انا قلت لك ايه؟ سين فرق صاد،
او ناقص صاد، يعني ايه؟ يعني العناصر الموجودة هنا ولا توجد هنا، يبقى العناصر الموجودة في سين ولا توجد في الصاد، ولا توجد في الصاد. ناخد مثال من الأمثلة المهمة، بيقول لي في استطلاع لآراء 10 تلاميذ في فصل 5 ألف أو 5-1، تبين أن 4 تلاميذ يقرؤون جريدة الجمهورية، هم أحمد وسامح وهناء وحنان، دول بيقرأوا إيه؟ الجمهورية. بينما يقرأ 3 تلاميذ جريدة الأخبار، هم رنا وحسام وهاني، رنا وحسام وهاني. وتلميذ واحد ويقرأ تلميذان الجريدتين معا، وهم منى ومحمود، يبقى بيقرأوا الايه؟ الأخبار والأهرام. وتلميذ واحد لا يقرأ أي من الجريدتين اللي هو سمير. يبقى أنا لو اعتبرت دي سين، أحمد وسامح وهناء وحنان ومنى ومحمود، دي سين، وصاد منى ومحمود ورنا وهاني، منى ومحمود ورنا وهاني. خلينا نكتبها هنا أحسن. لو أنا قلت لك إيه؟ سين فرق الصاد يساوي سين فرق الصاد، يعني إيه؟ يعني إيه سين فرق الصاد؟ يعني اللي بيقرأوا يبقى اللي موجود في سين ومش موجود في صاد، يبقى اللي بيقرأوا الأخبار فقط، الجمهورية فقط، قصدي اللي بيقرأ الجمهورية فقط، هتلاقيهم مين؟ أحمد وهناء وسامح وحنان، دول اللي بيقرأوا الجمهورية فقط. طيب صاد فرق سين، صاد فرق سين، يعني اللي بيقرأوا الأخبار فقط اللي هم إيه؟ رنا وحسام وهاني. يبقى سين فرق صاد، اللي بينتمي لسين ولا ينتمي لصاد، وصاد فرق سين، اللي بينتمي للصاد ولا ينتمي للسين، ولا ينتمي للسين. يبقى سين فرق صاد هو ايه؟ وصاد فرق سين، طبعا مش متساويتين. يبقى سين فرق صاد لا يساوي صاد فرق سين. طيب سين فرق السين نفسها يديني فاي، افتكرها كده، 5 ناقص 5 يساوي 0، برضه سين فرق نفسها يديني ايه؟ يديني الفاي. طيب سين فرق الفاي، 5 ناقص 0 يدينا ايه؟ الخمسة، يبقى يدينا السين نفسها، الفاي دي اعتبرها زي الصفر كده، خلاص فرق بين مجموعتين. طيب اذا كانت سين 1 و2 و3 و4 وصاد 2 و4 و5 و6، عايز سين فرق صاد. طيب ايه اللي موجود في سين ومش موجود في صاد؟ الواحد ايوه، الاتنين موجود، التلاتة ايوه، الأربعة موجود، خلاص يبقى الواحد والتلاتة. طيب صاد فرق سين، أدي الصاد، 2 موجود أيوة، الأربعة موجود أيوة، الخمسة موجود لا يبقى 5، الستة موجود لا يبقى 6، يبقى أي ده الفرق، السين فرق صاد وده الصاد فرق السين. طيب بيقول لي اكمل، اذا كانت سين 1 و2 و3 وصاد 5 و6 و7، فان سين فرق صاد، الواحد موجود لا، الاتنين موجود لا، التلاتة موجود لا، معايا؟ طيب والصاد فرق سين، هيبقى الـ5 والـ6 والـ7، الـ5 والـ6. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا عندي مجموعتين مش متقاطعتين، ادي السين وادي الصاد، فلما اقول سين فرق صاد هيبقى سين نفسها، طيب صاد فرق سين هيبقى الصاد نفسها، ما هو مفهومش عناصر تقاطع اصلا، مفهومش عناصر تقاطع اساسا. طيب معلش هنحل المثال تاني، يبقى ادي المجموعة الشاملة شين تساوي، نكتبها فوق، نكتبها فوق عشان هنا هنرسم شكل فين. يبقى ادي المجموعة الشاملة شين تساوي الواحد والاتنين والتلاتة والاربعة والستة والتمانية والاتناشر والاربعة وعشرين، دي المجموعة الشاملة، دي المجموعة الشاملة، عايز ارسمها، يبقى ادي برسمها في شكل فين كده، ادي ايه؟ الشين، وقلنا السين بتتقاطع مع الصاد، ادي السين وادي الصاد، ادي السين وادي الصاد، التقاطع، التقاطع في ايه؟ في 2 و4. طيب 2 و4 يبقى هنا
في واحد وفي ثلاثة، وهنا في خمسة وفي ستة. طيب العناصر اللي مش موجودة بقى هنا فهتبقى في الشين بس، الواحد والاتنين والتلاتة والاربعة والستة موجودة، يبقى هنا التمانية وهنا اتناشر وهنا 24. ده رسمه الايه، رسمه المساله زي ما اعطانا. بيقول لي ارسم شكل فين. خلاص رسمنا شكل فين، عايز سين اتحاد الصاد. سين اتحاد الصاد يبقى العناصر يبقى كلها واحد وتلاتة واربعة وخمسة وستة. طيب عايز سين فرق صاد، سين فرق صاد اهي، يبقى العناصر اللي ايه اللي موجوده في السين فقط ومش موجوده في الصاد، اللي هي كام؟ الواحد والثلاثه. طيب عايز صاد مكمله الصاد، مكمله الصاد يعني ايه؟ يعني اشيل الصاد احددها كأن شلت الصاد، شيل كده كأنك شلت الدايره بتاع الصاد، ايه اللي باقي؟ يبقى دي اسمها مكمله الصاد، الواحد والثلاثه والتمانية والاتناشر واربعة وعشرين. طيب مكملة السين نجيبها الاول، مكملة كأنك شلت السين، اللي يبقى الباقي ايه؟ خمسة وستة واتناشر وتمانية واربعة وعشرين، ادي مكملة السين. طيب جيب مكملة السين تاني هيطلع لك السين، مكملة السين هيدينا السين، مكملة السين يعني انت جبت مكملة السين. طيب جي طلع دول من مكملة السين هيروح عطيك السين لما تجيب مكملة مرة تانية. يبقى ناخد قاعدة كده هتلاقي ان مكملة المجموعة يدينا المجموعة نفسها، يعني مكملة الصاد لما تجيب لها المكملة تاني هيديك الصاد. طيب مكملة السين لما تجيب لها مكملة تاني هيديك السين. خلاص اتمنى يكون مفهوم الوحدة بالنسبة لنا أصبحت سهلة، وأصبحت إن شاء الله تقدر تحل أي مسألة على المجموعات. أتمنى إن شاء الله نشوفكم في الدروس القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.